كارم برنامج 7 على 7 ثقافة لا يزال يواصل رحلته معكم مشاهدينا على كارم بمزيد من الأخبار الثقافية. وطبعا وصلنا إلى المرحلة الرابعة من عمر البرنامج ضيف الأسبوع، والحديث اليوم مع ضيفنا الكريم سيكون عن، طبعا اليوم هو اليوم المصادف لي طبعا حقوق الطفل، طبعا هذا اليوم الذي سيحييه ضيفنا الكريم من خلال حفل فني بهيج لفائدة الأطفال. ربما عرفتموه، هو الفنان الشاب يزيد. سيدي الكريم أهلا وسهلا بك، الله يسلمك. سعداء جدا بحضورك معنا في سبعة أنا على سبعة أسعد، ثقافة. أنا نعم أسعد، ولكن عبارك الشاب يزيد من بعد خلاص صرحت، الشاب يزيد خلاص دول يزيد عمو يزيد. عمو يزيد، نعم يعني حتى أصحابي ولا أصدقائي كلما يكلموني في التليفون ولا ألو عمو يزيد. خلاص نحيو الشاب يزيد، لا خليه لا عمو والله يزيد. أنا نعتز بكلا نعم الجمهورين، يعني فعلا، والله الجمهور أعطاني سعادة كبيرة، يعني نعم الجمهور الأطفال ولا الجمهور العريض، نعم يعني واحد يعتز دائما نعم بهذا الجمهور هذا. وحتى كثير ربما الجمهور اللي يتابعوا كتاب أخبارك يقولوا أشهد النقلة النوعية ليزيد، من الغناء للمرأة مباشرة للغناء للطفل، يعني وكل ربما حتى إنتاجاتك الجديدة كلها سببت فيها اهتمامك للطفل فقط. بالضبط بالضبط، راح شويه الاهتمام تاعي للطفل، ولكن مليح وكنرجعوا شويه للوراء. نعم انا مسيرتي مع الاطفال بدات في اول جوان 1998 98 وين نعم. قمنا بجوله وطنيه لفائده الطفوله المسعفه. في هذاك الوقت زرنا كاع المدن اللي كانت متضرره بالارهاب في هذاك نعم. الوقت، ولكن ما كنتش نغني اغاني الاطفال. سنه 2001 تلاقيت مع بالقاسم زيتوت اللي طرح لي هذه الفكره هذه، قال علاش ما نديروش اغاني الاطفال وكامل. قلت له هذه اللي نحوس عليها، لاني ندير جوالات الاطفال ومليح ان تكون عندي اغاني الاطفال. عملنا البوم ماما، ومن بعد 10 سنوات يعني كنت ندير احتفالات الاطفال، نروح لجمعيه المرضى بالسرطان، جمعيه الطفوله المسعفه وكامل، ولكن ما كانش عندي فكره اني نتخصص في المجال هذا. وفي سنه 2012 اصدرت البوم مدرستي اللي فيه مدرستي، جدتي، رجل اطفاء، محفظتي وكامل. هذاك الالبوم نال واحد الاعجاب كبير ولكن بدون تخصص كذلك. وبقات الفكره نتاع الحصه التلفزيونيه تراودني هكذا، حبيت نعمل فضاء، يعني فضاء احلام للاطفال كما كنت انا صغير كنت نحلم به. يعني كلنا كبرنا بحصص الاطفال، ترعرعنا عليهم وكامل، نحبوا الطبيعه نحبوا، اذا عملنا لهم ديكور هكذا شغل جميل. طيب اليوم ربما بعد مغادرتك ربما النهار مباشره الى قاعه ابن زيدون حتى تحيي حفلك البهيج اللي راح يكون خصيصا للاطفال في يومهم العالمي، حدثنا عن هذه المبادره اللي قام بها طبعا عمو يزيد ليس الشاب يزيد. بالضبط، نعم. هي على كل حال يزيد معروف انه كل اول جوان يعمل حفل كبير. نعم. العام اللي فات كنت ورافقتنا في جنين تونس بلدية نعم. الأبيار، وان كان حفل من اروع ما يكون. حبيت هذا العام نحتفل انا لاول مره بهذه المناسبه اللي هي الذكرى لامضاء ميثاق حقوق الطفل نعم. في الامم المتحده سنه 1989 هذا ذكرى 26. حبيت نتوقف عندها باش الناس تشوف يزيد ك، يعني ماذا بيا تشوف العرض تاعي كرساله، يعني وعملنا دخول مجاني للاطفال والاولياء، لاني حبيت نمرر الرساله كذلك للاولياء، لان تربيه النشأ مسؤوليه الجميع. كاين هذا في الفتره الاخيره كاين واحد العقليه ركبت الجزائريين انه هذاك وليد الاخر، ايه هذاك ولد الاخر راك فاهم، قالوا لك بكري احنا نشفاو، يعني الجار يربي، ينهي العم، الخال، الجد، المجتمع كله يشارك. بالضبط، حبيت نتجاوزوا هذه العقليه هذه ويرجعوا كاع الاطفال هذو ولادنا، وليد جاري وليدي، وليدي وليد وليد جار، يعني نحيوا قليلا الانانيه وحتى بكري طعم الفائده للجميع. كنا كي نرجعوا مثلا من المدرسه الام ولا الوالد ماهوش في البيت نروحوا عند الجار مباشره، يعني حتى الام ما تكونش كاع مقلقه، يعني على بالها بلي تروح عند الجار تاكل تشرب يتهلاو فيك تشوف تلفزيون ولا تلعب مع اولادهم ولا، يعني هاد دوك حبيت نتكلم مع الاولياء نعم. شويه. طيب يزيد ربما الكل يتساءل يا دروش البرنامج اللي محضره يزيد طبعا لصباحه اليوم، يعني على ماذا ستركز نشاطك طبعا؟ على الغناء فقط او فيها عروض؟ لا لا فيه عروض، فيه نعم. عروض، فيه عده
عدة فئات، جبنا فئة مثلا لي زونفون تريزوميك اللي راح يجوا يغنوا كذلك، جبنا فرقة من الكشافة، جبنا فرقة تاع الحماية المدنية الصغار، جبنا مجموعة صوتية، جبنا ساحر على ألعاب الخفة، جبنا كاين فريستايلر يدير الفريستايل أمير. كاين عدة برامج اللي إن شاء الله زيادة على الأغاني وعلى الألغاز والنكت، وين الأطفال راح يشاركوا كذلك، راح يغنوا كذلك الأطفال. راح نشوف اللي عندهم موهبة في الغناء تاني نطلعهم. كاين مسابقة تاع رسم وأحسن رسم راح ينال جائزة. والشيء الجديد كذلك أني عملت حفلين على بالي بالقاعة بالك ما تكفيش، دونك كاين اليوم حفلة على 9:30 وغدوة كذلك حفلة على 9:30، وإذا كانت لازم الأمر نزيد لهم الحفلة العشية ماشي مشكل. يعني دائما يزيد احنا في الخدمة يعني. طيب يزيد، أنت تشوف الطفل الجزائري الآن يعني في كل ربما ما يعيشه الطفل، ربما مع هو واحد من المجتمع، طبعا المجتمع الجزائري يعيش تغيرات مستمرة، يعني تشوف أن الطفل ما زالوا أنه تستهويه مثل هذه العروض في خضم ربما كل التكنولوجيات اللي توفرت له، يعني في البيت يقدر يشاهد رسوم متحركة، يقدر يشوف أفلام، يشوف ربما يلعب ألعاب، يعني تشوف ما زالوا أنه هذه الأفكار تستهوي الأطفال ولازم نرجع لها حتى ربما ينشأ الطفل في بيئة يعني كلها ثقافة وإبداع. يعني كاين ناس لأني فاتح أنا عبر موقع الانترنت عمويازيد.com التسجيل. كاين ناس سجلوا هكذا باش يشاركوا في الحصة يعني، وكنا كلمناهم بالهاتف باش يجوا للعرض هذا. كاين ناس من تبسة مثلا تقول له سامحني انتم راكم في تبسة ان شاء الله نجو نزوركم، يقول لك علاش انا جزائري، قول لي برك وقتاش، دونك راهم جايين. كاين ناس جايين من تبسة، جايين من مسيلة، جايين من وهران، جايين من سيدي بلعباس. تظن انت باللي هاد الناس هادو الاولياء اللي راهم جايبين الاطفال، ولا الاطفال اللي راهم جايبين الاولياء؟ على ما نظن انا الطفل هو اللي عنده الحاح انه يكون حاضر. انا عندي واحد صاحبي ثاني نحكيها من سيدي بلعباس ثاني وجاي، عندها 3 ايام وليده طاح تجرح. طاح تجرح وقعد يبكي بزاف هذاك وليده، هذه حقيقه. يبكي قالوا واش بيك راك راهي وجعتك راك مضروب؟ قالوا لا انا خايف كي تجرحت ما تدينيش الحفل تاع مو يزيد. قالوا غير نوض نديك جميل. يعني إذن طبعا راح يكون الاطفال على موعد ابتداء من 9:30 الصباح في قاعه ابن خلدون، يعني ابن زيدون يعني مباشره بعد خروجك من البرنامج في رياض الفتح. طبعا بالضبط راح نروح مباشره لعندهم زيتون، ربما راح تأخر عليهم نوعا ما تأخر شوية، إن شاء الله أنه ولكن كاين فريق تما، كاين تاني الرسم على الوجه. كاين جمع يعني الأطفال راحين يستمتعوا معهم بالضبط. كاين رابطة المواهب راحين هما اللي يرسموا الأطفال، راح يكونوا لابسين تاني دي ماسكوت وكامل، راحين يفرحوهم. كاين تاني اون فونفار، تاني جمعية تاني راح يجوا كذلك. يعني كاع الناس بادرت لهذا الحفل لأنه مجاني والناس كلها تعمل بالمجان. ماذا بينا تكون هذا البينيفولا هذا حتى نحيي في الجزائري هذيك الغريزه تاع التربيه اللي كانت عندنا احنا، اللي تربينا عليها اللي على القدر، على الحرمه، على يعني عده اشياء اللي ماذا بينا ننميوها في ولادنا. طيب ان شاء الله. طيب نتمنى لك التوفيق يزيد، انه يكون هذا الحفل بادر خير ربما الحفلات اخرى حتى يقدر الطفل الجزائري ليس فقط على مستوى العاصمه وحتى ربما ان التجربه تتعمم حتى خصوصا في مناطق الجنوب. هذا هو الهدف تاعنا، ما عندناش فرصه حتى يستمتعوا مثل هذا الحفل. ان شاء الله نروح نزورهم. ان شاء الله هذا وعد، هذا وعد ان شاء الله من قناه النهار. نوعدهم راح نزورهم ان شاء الله. احنا نفرحوهم اليوم في قاعه بن زيدون ابتداء من الساعه 9:30 صباحا، غدوه ثاني كذلك. البرنامج متنوع وان شاء الله يعجبهم الحال. نعم بحول الله ان شاء الله يزيد، نتمنى لك التوفيق في هذا الحفل، ان شاء الله يكون فيه يعني جمهور كبير يكون حاضر معك حتى يستمتع خصوصا فئه الاطفال. مشاهدينا الاكارم، ما رايكم ان نرحل بكم طبعا الى فقره اخرى، الا وهي طبعا فقره 7 على 7 زمان، لكن حبيت نسال يزيد ربما في الصغر ولا حتى في ايام زمان، لانه هذه الفقره مخصصه لانه نعاود نرجع المشاهد الكريم الحنين الى الماضي، الاغاني وربما بعض مقاطع من الافلام وغيرها، ربما لمن كان يسمع يزيد في القديم، الفنان اللي كان يستهوي يزيد ويخليه يسمع. والله انا سمعت بزاف المرحوم احمد وهبي. نعم. ولكن مع الوالد، هذا الشيء اللي حبيت ناكد عليه، انا كل الموسيقى اللي تعلمتها مع الوالد. دونك لذا هذا نداء للوالدين، سمعوا ولادكم الفن النبيل. انا تشبعت بالفن النبيل، احمد وهبي الله يرحمه. سمعت كاع الفنانين الجزائريين، الشيخ المدني، الشيخ حماده، مع الوالد.
طيب انا مانيش راح نرجع معك كثير للزمن الشيوخ، شوية راح نعاود نرجع بك لسنوات التسعينيات. تتذكر فنانه اسمها سعاد بوعلي؟ بالضبط، نعم. صديقة، طيب أصبحت صديقة من بعد، نعم، طيب خلينا هي نذكره. اعتزلت على كل حال، نعم اعتزلت، لان شفناها في فيديو كليب واحد ثم اختفت. فقدناها لأنها اعتزلت، فعلا وفنانة، فنانة كبيرة، نعم. صوت جميل جميل طيب جدا. خلونا طيب نعم أنا كنت فعلا صغير على كل حال نعم شوية، ولكن من بعد أنا تعرفت بالفنانة سعاد بوعلي، وتعرفت بزوجها، وتعرفت بالإنسانة سعاد، نعم وما عندهاش بزاف. سعاد بعثت لي رسالة عبر نعم الفيسبوك، قالت لي أخي يزيد نحن في الخدمة. نعم جميل، يعني ما زالها تتابع المشهد ما الثقافي. زالها تابعة، جميل، وهي كانت صوت يعني صوت جميل، رائع، وتمنينا صوت لو كان رائع. ربما بالضبط زدنا استمتعنا ربما بأغانيها. مشاهدينا بالضبط، الأكارم، من 7 على 7 زمان نروح لفقرة 7 على 7 إبداع. وطبعا يزيد أكيد يعرف فنانتنا اليوم هي مبدعة، لكن ربما الكثير من الناس يقولوا أنه كذبت علينا مرتين في حياتها، لما صورت لنا أنه الحياة وردية، وكذلك كذبت علينا لما قالت لنا أنه كل شيء على ما يرام. طبعا love هي you was نجمتنا، نعم. يعني عرفتها ربما، هي باينة الفنانة إيديت إيديت. بيافا.